الفنانين المفروض يكونوا فخورين من نفسهم جدا. يوتيوب تشارتس طريقة جديدة لاختيار الأغاني والفنانين الأكثر شعبية، بتقدم شفافية أكبر. بخطوة مهمة بالنسبة للموسيقى بالعالم العربي، إيتي بالعربي بينفرد حصرياً بخبر إطلاق يوتيوب تشارتس، وهالتشارتس رح تصنف الأغاني والفنانين الأكثر شعبية على اليوتيوب في السعودية، مصر والإمارات بقوائم بتتم تحديثها أسبوعياً. شو هي الأنواع المختلفة لليوتيوب والقوائم؟ يوتيوب تشارتس مكونة من 4 قوائم. أول قائمة هي الأغاني الأكثر شعبية، ثاني قائمة هي الفنانين الأكثر شعبية، ثالث قائمة هي الأغاني الأكثر رواجاً، ورابع قائمة هي ميوزك فيديوز أو فيديوهات الأغاني اللي هي أكثر رواجاً على يوتيوب في الأسبوع المحدد. وما في شك أنه اليوتيوب هو المنصة الأولى اللي بينقاس عليها نجاح الأغاني والأعمال الفنية، فدايماً منشوف الفنانين بيحتفلوا بأرقام مشاهداتهم على اليوتيوب، ولكن بعد خطوة التشارتس والنتائج الأسبوعية أكيد الأمور رح تصير أوضح. هلأ هدول النتائج كيف حيأثروا على الوسط الفني؟ لأن دايماً منشوف فنانين يطلع بقول لك انا الاكثر مشاهده على يوتيوب، انا النمبر 1، انا التوب ريكورد. كيف حيأثر هذا الموضوع عليك؟ احنا شايفين ان اليوتيوب شارتس تكون زي مؤشر ذو مصداقيه اكبر عن شعبيه الاغنيه. طبعا الفنانين المفروض يكونوا فخورين من نفسهم جدا بسبب المشاهدات اللي بيجيبوها على يوتيوب، ودي حاجه جميله جدا. بس الحلو في يوتيوب تشارتس انها هتقدم شفافية اكبر لما نقيس لمقياس شعبية اغنية معينة، فده عامل مؤثر كبير جدا للوسط الفني اللي هو يعتبر ميوزك بيزنس في الاول وفي الاخر. والسؤال اللي بيطرح نفسه هو شو المعايير اللي على اساسها حيتم اختيار الاغنية والفنان الاكثر شعبية، خاصة وان المشاهدات ما حتكون المقياس الوحيد. وعلى اي اساس بيتم اختيارهم هدول القوائم؟ في 3 أهم عوامل مؤثرة. أول واحدة هي، وخصوصا قائمة الأغاني الأكثر شعبية، أول عامل مؤثر هو عدد المشاهدات اللي على الأغنية على يوتيوب. ثاني حاجة هي عدد المرات الناس سمعت الأغنية على تطبيق يوتيوب ميوزك. وثالث عامل اللي هو أهم واحد هي كم مرة الناس استخدمت الأغنية في فيديوهاتهم على يوتيوب، والمعروف أيضاً باليوزر جنريتد كونتنت. فالموضوع رح يكون دقيق جداً لدرجة أنه كثير من المشاهدات على الكليبات أو الأغاني ما رح تنحسب. فهل رح يتم حساب نتائج يوتيوب بحسب الإعلانات؟ ولا 2. فلا يوتيوب تشارتس مش هياخد في الاعتبار المشاهدات اللي بتيجي من الإعلانات، إلا لو المشاهدة اللي جت من إعلان مشاهدة قعدت فترة طويلة على الأغنية. يعني لو أنت وصلت على أغنية بسبب إعلان لكن قعدت فترة طويلة على الأغنية، ده معناه أنك أنت فعلا حبيت الأغنية، ساعتها المشاهدة دي هنعتبرها كمشاهدة حقيقية في يوتيوب تشارتس. بالضبط.